لما نحكي اول نوع من الكثير بدنا نعالجها اللي هي هاي اسيمبتوماتيك بكتيريوريا، وهاي مرقت معنا لما ما يكون في عندي سيمبتومز، هيها نو سيمبتومز وعندي بكتيريوريا سميناها اسيمبتوماتيك بكتيريوريا. هلا الاسيمبتوماتيك بكتيريوريا لازم يكون الكاونت 10 قوه 5 فما فوق لحتى احكي انا انه هي اسيمبتوماتيك بكتيريوريا، انا ما عندي سيمبتومز. طب قديش البكتيريا باليورين؟ لازم تكون 10 قوة 5 فما فوق. In absence of urinary symptoms. مين أكثر ناس ممكن ألاقي عندهم asymptomatic bacteria؟ الإلدرز اللي فوق ال 65 سنة، دائما لما تسمعوا إلدر اعرفوا إنه عمره فوق ال 65. طيب؟ فيميلز ممكن يجوني خصوصا اللي بريجننت فيميلز بيجوني بـ asymptomatic bacteria، عشان هيك regular بالبريجننسي بالريجولر ايش بنسميه؟ فولو اب، كل وحده بريجننت كل شهر شهرين لازم تعمل يورين اناليسيس عشان نكتشف اذا عندنا بكتيريوريا. ما بستنى السيمبتومز تصير، ممكن تكون اسيمبتوماتيك بكتيريوريا، واحنا قلنا البكتيريوريا ممكن تعمل لي اجهاض، عشان هيك لازم ضلنا نفحص بالبريجننت البكتيريا باليورين موجوده او لا. طيب ما دام انا عندي بكتيريوريا باليورين، بكتيريا باليورين بس ما عندي سيمبتومز، طب يا ربي اعالج ولا ما اعالج؟ حسب، في عوامل اخرى. يا لو كان إلدر بعالج، طب لو كان تشيلدرن بعالج، لو كان عمره بين يعني عمره هيك صغير لا ما بعالج، اذا في ميل وعمرها صغير ما بعالجها. اوكي؟ ليه؟ لانه الاميونيتي تبعتها منيحه، بس اما نحكي إلدر وتشيلدرن هذول الاميونيتي تبعتهم يعني شويه مش ول. نفس الشيء لو كانت بريجننت لازم اعالج، طب ماني بريجننت لا ما بعالج. شايفين يعني في عوامل اخرى بتتدخل. The management of asymptomatic bacteria depends on the age. عشان هيك الشيلدرن والالدرز هدول سبيشال كيسز. الاميونيتي تبعتهم ما بقدر اعتمد عليها كثير وبالتالي بعالجهم. هاي عامل من العوامل اللي بياثر اللي هو الايج. ثاني شيء هاي الشيلدرن في ريسك يصير عندهم رينال سكارينج او لونج ستاندينج رينال دمج وبالتالي لازم اعالجهم. نفس الشيء الالدر الاميونيتي تبعتهم مش كتير، لازم اعالج اذا عندهم بكتيريوريا. اللي بريجننت اذا كانت نان بريجننت ما بعالج. اذا يعني اي وحده فيكم مثلا صار عندها يو تي اي انه بس بكتيريا باليورين ما في سيمبتومز ما بعالج. بس باكد على ايش؟ على قصه نان فارماكولوجيكال ثيرابي. زي ايش؟ increase fluid intake. هلا لما الواحد بيشرب مي كثير بده يروح على الحمام كثير، زي بنعمل عملية washing للمنطقة، كل ما بيطلع يورين بده يطلع معه بكتيريا. سأل simple as that. شو كل ما شربنا مي كثير بده يروح على الحمام كثير، فبنعمل عملية غسيل. كل ما بيطلع يورين بيروح معه جزء من البكتيريا، فبنعمل زي washing. وجدت دراسات أسبق كمان التوت البري بلاك بيري له انتي بكتيريال افكت. فممكن مثلا بهاي الفترة اللي عندها بكتيريا باليورين تشرب عصير توت بري، منه اشي ناتشورال مش دواء ومنه بيقلو انتي بكتيريال افكت. برضو البارسلي اللي هو البقدونس له انتي بكتيريال منيح لحالات اليو تي اي. بس ما بأكد اذا كان ناني بريجننت انها تاخذ مضاد حيوي. طب ولو بريجننت لازم تاخذ. شو في ادوية سيف بالبريجننت؟ شو في أدوية سيف بالبريجننت لليو تي آي؟ شو رأيكم؟ شو في أدوية سيف؟ ما مرقتكم بريجننت عندها يو تي آي؟ شو في اختيارات من هيك حياتكم العملية؟ سيفيوروكسيم اللي هو سكند جنريشن سيفالوسبورين، يعني لو قلنا هون نكمل مثلا بريجننت البريجننت ممكن نعطيهم سيفيوروكسيم اللي هو سكند جنريشن سيفالو سبورين اللي هم سيفيوروكسيم، هذا كثير مشهور باليو تي اي ان بريجننت سكند. شو كمان ممكن نعطيهم؟ اموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد. ده برضه اموكسيسيلين لحاله بغطي جرام بوزيتيف بكتيريا، اموكسيكلاف بغطي ايكولاي كمان، يعني يمكن انتم مش كثير بتميزوا.
معلومة هاي، إنه بتفترضوا دائماً الأموكسيسيلين أو البيتا لاكتامي جرام بوزيتيف، بس لا، الأموكسيسيلين لحاله يس بغطي جرام بوزيتيف، لكن إذا ضفنا عليه كلافيولينيك أسيد بصير يغطي جرام نيجاتيف زي الإيكولاي. وبالتالي إذا عندنا بريجننت، عندها بريجننت وذ اي بي اس اللي هي اي سيمتوماتيك بكتيريوريا، تمام، اي سيمتوماتيك او اي سيمتوماتيك بكتيريوريا، نعطيها، لازم نعطيهم اموكسيكلاف او سكند جينيريشن. طب وحتى لو كانت اور سيمتوماتيك، يعني انا بدي احكي اي بريجننت وذ اني يو تي اي، اني بريجننت وذ اني لور، سميها لور يو تي اي، سواء كان في سيمتومز او ما في سيمتومز، هاي سيمتوماتيك اور اي سيمتوماتيك، لازم تاخذ ثيرابي، لازم تاخذ مضاد حيوي. هاي مين البريجننت؟ شو في عندنا خيارات؟ اموكسيكلاف او سكند جينيريشن سيفالوسبورين زي سيفيوروكسيم. طيب هاي خلص. ثاني يو تي اي بدنا نحكي عنها برضه كلمتين، سيمتوماتيك اي بكتيريوريا. ايش يعني؟ بنيجي عند المريض بنلاقي مريضه بنلاقي عندها سيمتومز، سيمتوماتيك يعني سيمتومز، مينلي ديسيوريا. على فكره الديسيوريا برضه بين انيورينيشن، الديسيوريا بتذكر لما حكينا بالسيمتومز قلنا عسر بالبول، انه في صعوبه باخراج البول، بس برضه في حرقه بالبول، ديسيوريا برضه حرقه بالبول، pain upon urination. ففي عندهم symptoms، طب باجي بعمل urine analysis ما بلاقي هاي low bacterial count، A bacteriuria، A bacteriuria، هاي برضو الحالات موجودة. إذا الحالات الأولى اللي شرحنا عنها ما بلاقي symptoms، الحالة الأولى ما بلاقي symptoms بلاقي bacteria باليورين. مين بعالج إذا ما عندي symptoms؟ بعالج ثلاث أشخاص، إذا كانت كبير بالعمر، يعني إحنا كلهم بنحكي هلا بالفيميل، كانت كبيرة بالعمر elder أو child أو pregnant، لازم يتعالجوا إذا عندنا asymptomatic bacteriuria. طيب ثاني حالة بدنا نحكي عنها symptomatic abacteriuria، يعني عندها symptoms بس ما عندها بكتيريا باليورين. أغلب السيمتومز هي مالي ديسيوريا، 50% من الحالات هي ديسيوريا. وجدت الدراسات إنه هدول المرضى بالعادة بيكونوا عندهم early low grade infection. إيش يعني early low grade infection؟ يعني بيكون عندهم infection بس لسه بالبدايات، عشان هيك ما في بكتيريا باليورين كمية كبيرة، بيكون عندهم infection بس لسه ببداياته، لما لقطناه عندهم symptoms ولكن لسه infection بالبدايات، عشان هيك بسميه early or low grade infection. ايش ممكن نلاقي مايكرو اورجانيزمز؟ ايكولاي، مايكرو اورجانيزمز ممكن الاقي ايكولاي، وممكن الاقي ستاف سابروفايتيكس. ليش لحالها ما بتروح؟ مش عارف، ممكن الاقي ايكولاي، ممكن الاقي سابروفايتيكس، ممكن الاقي كلاميديا، نيسيريا جونوريا. هدول ايش هم؟ كلاميديا ونيسيريا جونوريا وغاردينيلا فاجيناليس، هاي ايش هم؟ كلاميديا ونيسيريا جونوريا هدول ايش معروفين؟ هدول انفكشن، شو بتعمل؟ هاي البكتيريا سكشوالي ترانزميتد. ايوه ممتازه. لا هدول التو بكتيريا بيعملوا سكشوالي ترانزميتد ديزيزز، يعني بمعنى اخر ممكن الاقي انا سيمتوماتيك اي بكتيريوريا يو تي اي مصاحبه للسكشوالي ترانزميتد ديزيزز. هلا اليو تي اي بشكل عام نت سكشوالي ترانزميتد، لا تعتبر سكشوالي ترانزميتد ديزيز اليو تي اي، بس لما بكون عندي سيمتوماتيك اي بكتيريوريا ممكن تكون مصاحبه للسكشوالي ترانزميتد ديزيزز زي كلاميديا والنيسيريا جونوريا، هدول جرام نيجاتيف بكتيريا باي ذا واي. طيب هدول النوع من اليو تي اي اعالج ولا ما اعالج؟ بقول لك لا، لازم نعالج، بس ايش بنعالج؟ نعطي ترايميثوبرايم سلفاميثوكسازول سنجل دوز او شورت كورس، يعني ما بكمل الكورس كامل، بعطي سنجل دوز او شورت،
اذا الكورس مثلا 7 ايام هذا بعطيه 3 ايام، او ممكن سنجل دوز زائد دوز واحده. ليه؟ لانه اذا بتتذكرون قلنا هذول بالعاده بيكونوا ايرلي انفكشن او لو جريد انفكشن. اوكي؟ لو جريد اور ايرلي انفكشن. وبالتالي ما في داعي اعطيهم كورس كامل، ممكن اعطيهم، شوفي عندي خيارات، شوفي. ترايميثوبرام سلفاميثوكسازول سنجل دوز، او ترايميثوبرام سلفاميثوكسازول شورت كورس. هذا خيار. اذا السنجل دوز او الشورت كورس كانوا انفكتيف لازم اعمل كلتشر. ليه؟ لانه احتمال عندي هدول تبعون السكشوالي ترانزميتد ديزيزز اللي هم كلاميديا وجونوريا، نيسيريا جونوريا. هدول لازم اعمل لهم كلتشر اذا انا شاك فيهم. يعني كمان دكتور يعني ما بتعامل مع الكيس بس بالارقام، بده يحكي مع الكيس، بده يحكي معها، هل مثلا الزوج في عنده انفكشن، او اذا هو يعني بياخذ هيستوري من المريضه. فاذا هو شاكك بسكشوالي ترانزميتد ديزيزز لازم اعمل كلتشر، تمام؟ عشان اتاكد ان عنده كلاميديا. هلا اذا بينت بالكلتشر انه عنده كلاميديا لازم نعطي دواء يغطي الكلاميديا. يعني مثلا ترايميثوبرام ما بده يغطي كلاميديا، شو لازم اعطي اذا طلع عندنا كلاميديا؟ ازيثروميسين 1 جرام او دوكسيسايكلين 100 ملي جرام لسبع ايام. وبالعاده نعطي البارتنر، ايش يعني؟ يعني الفيميل، اوكي هيني اعطيتها، طلع عندها كلاميديا اعطيتها ازيثرو ودوكسي، برضه بعطي زوجها، لانه هو عباره عنه انه تاكدنا انه عندي سكشوالي ترانزميتد ديزيز، هذا الديزيز بنتقل بالسكشوال انتركورس، فلازم نعطي الفيميل الانفكتد ولازم نعطي زوجها عشان ما تعدي، او اذا في ريسك انه صارت عدوى اوريدي يكون ماخذ الانتي بايوتيك. إذا مرة ثانية سيمتوماتيك إيه بكتيريوريا، بالعادة بيكون عندي سيمتومز بس ما عندي بكتيريا باليورين. وبالعادة بتكون هاي ايرلي اور لو جريد انفكشن، يعني بس بالبدايات. إذا في مايكرو أورجانيزم هي إيكولاي أو ستاف أو كلاميديا أو جونوريا. إذا بدي أعالج بعد ترايميثوبرام سلفاميثوكسازول سنجل دوز أور شورت تيرم كورس. إذا مش حسيت السيمتومز ما تحسنت اللي هي ان افكتيف، بشك اني عندي سكشوالي ترانزميتد ديزيز، فبعمل كلتشر. اذا تاكدت انه عندي هاي كلاميديا سي، اللي هي كلاميديا هاي كلاميديا تراكوميتس سي تراكوميتس لكلاميديا، ساعتها لا، هذا لازم اغير الريجيمن، لازم اعطي ازيثرو اور دوكسيسايكلين لسبع ايام هي وزوجها. هاي اول تو ديزيزز خطيناهم باليو تي اي. ثالث نوع هو الاشهر، اشهر يعني اغلب حالات اليو تي اي هي uncomplicated cystitis. uncomplicated cystitis هي the most common يو تي اي، تقريبا 70 ل 80% من الحالات اليو تي اي اللي هي اللور هي uncomplicated cystitis. cystitis in female، cystitis in female. وطبعا هي بالعاده بتتعالج اوت بيشنت، فيش داعي ندخلهم مستشفى. مرات المريض لحاله بيعالج حاله، يجي يقول لك بدي سيبروفلوكس من العيادة، من الصيدلية تيجي بتقول لك بدي سيبروفلوكس، عندي حرقة بالبول مع فريكونسي مع ايرجنسي، تمام؟ فهي ذا موست كومن يو تي اي، وهي بالعادة بتتعالج اوت بيشنت، ما في داعي يروحوا ان بيشنت، ومرات فيش داعي بيروحوا اصلا على دكتور ولا على عيادة، بيروحوا لحالهم على الصيدلية. 75 ل 95% اذا بتتذكروا حكينا انه السبب ايكولاي، فالمنطق اذا بنعطي امبيريكال ثيرابي هو يغطي ايكولاي. وبتتذكروا بالدايجنوستس قلنا يورين اناليسيس بكفي، ما في داعي نعمل يورين كلتشر. تخيلوا انت كل واحد عنده يو تي اي بتعمل يورين كلتشر، طب انا متاكده بنسبه 95% انها ايكولاي، ليش اعمل كلتشر؟ الكلتشر بحالات محدده، اذا اعطيت الدواء وما استجاب المريض بعمل كلتشر. إذا المريض يعاني من ريكرينج انفكشن، شهر اوكي وشهر في عندها انفكشن، شهر اوكي وشهر انفكشن، هذا بعمل كلتشر. إذا اليو تي اي كومبليكيتد بعمل كلتشر. الكلتشر تركينها لحالات محددة. أما إذا طول ما أنا عندي uncomplicated cystitis لا نعمل كلتشر. لأنها هي بنسبة 95% هي ايكولاي. ليش أعمل كلتشر؟ أضيع وقت، أضيع مصاري. طيب. هلا اسمعوني منيح، الجايد لاين عم تحكي اشي هون، شوفي بدي اورجيكم اياها هون، بدي اقرئكم اياها الصوره من الديبيرو، شو عم يحكي؟ فيرست لاين ثيرابي، هاي الفيرست
لايم، بدي اكتبها معكم عشان ضلكم متذكرين. او بلاش انفيرسال، شو عندي تشويسز؟ التشويسز للثيرابي، خلينا بس اورجيكم كيف بتسلسل باختيار. تشويسز اوف انتي بايوتيك، شو عندي انتي بايوتيكس؟ استخدم بالانكومبليكيتد سيستايتس، تمام؟ شوف شو بحكي لك. 3 دايز اللي هم ترايم ميثوبرايم سلفا ميثوكسازون، 3 دايز هذا خيار، تمام؟ خيار ثاني 3 دايز فلورو كوينولونز، حلو؟ زي مين اشهر تنين؟ بقول لك سيبرو وليبو، هدول اشهر تنين مستخدمين باليو تي اي لانهم بوصلوا بانف كونسنتريشن على اليورين. طيب هدول ايش؟ تشويسز. في عنا تشويسز ثانيه، يس 5 دايز نايترو فيورانتوين، نايترو فيورانتوين هذا برضه خيار ثالث. رابع خيار سنجل دوز فوسفومايسن، هذا فوسفومايسن، فوسفومايسن بس في حبة واحدة، هذا بيجي على شكل ساشيتس، هي سنجل دوز جرعة واحدة باخذها وانت خلص الكورس. هاي الخيارات الموجودة عندنا. شوف عندي خيارات 3 days trimethoprim sulfamethoxazole، 3 days fluoroquinolones، 5 days nitrofurantoin، single dose phosphomycin. طيب طيب هلا هدول الخيارات الموجودة عندنا. بتكمل الجايد لاين الحكي بقول لك الفلوروكوينولون هدول اللي هم السيبرو وليبو should be reserved for patients with possible pyelonephritis due to collateral damage risk. ايش يعني الجمله؟ بدي احكي لكم اياها هيك بالعربي او بالاورال عشان نفهمها. اذا استخدمنا من البدايه بقول لك فلوروكوينولون في ريسك انه يصير عندنا ريزيستنس لبكتيريا، يعني ريسك للميرسا بزيد، ريسك للريزيستنت بكتيريا بزيد، هاي اسمها collateral damage. يعني هو بيسيطر على الايكولاي بس بيعمل ريزيستنس لبكتيريا ثانيه، بيأثر على النورمال فلورا فبيعمل ريزيستنس لبكتيريا من انواع اخرى، وبالتالي الفلوروكوينولون بنأجله شوي بالخيارات. شو بصفي عندي بالخيارات؟ ترايميثوبرايم نايتروفيورانتون فوسفومايسن. طيب اذا يعني هلا مره ثانيه الفلوروكوينولون بنأجله شوي بالخيارات، هيك الجايد لاين تحكي، مش سوري هلا البراكتس شوي، انسوا البراكتس، الجايد لاين تحكي الفلوروكوينولون بنأجله شوي لانه في ريسك يعمل لي ريزيستنت بكتيريا من انواع اخرى غير الايكولاي، فبنأجله شوي. هاي اول نقطه براعيها الجايد لاين. ولكن في نقطه ثانيه بقول لك اذا وجد انه في ارياز معينه او حكينا بالكيس انه في عندنا ترايميثوبرام سلفاميثوكسازول ريزيستنس، ان هذا الدواء رخيص وقديم فصار يظهر له ريزيستنس ريت عالي، صار يصير بكتيريا ريزيستنت للترايميثوبرام سلفاميثوكسازول، فبقول لك هي الجايد لاين عم بحكي لنا in areas where more than 20% resistant E. coli to trimethoprim sulfamethoxazole، شو بصفي عندنا الخيارين؟ هدول مطروحين nitrofurantoin and phosphomycin. طيب اذا انا اذا بدي اختصر بقول first line، يلا first choices ايش هم؟ first line choices إذا أنا قلت choices عندي ترايميثوبرايم فلوروكوينولون نايتروفيورانتون فوسفومايسن. طيب شو الفيرست لاين choices إذا؟ بناء أنا حكيته. دقيقة إذا قلنا إذا عندي خلينا أكمل بس إذا عندنا لو ترايميثوبرايم سلفا ميثوكسازول ريزيستنس ريت، إذا ما عندي ريزيستنس ريت أو نو ريزيستنس ريت، نو ترايميثوبرايم ريزيستنس ريت، شو بصفي عندي الخيارات؟ ما انا عندي ريزيستنس ريت، بصفي الخيارات كلهم الا الفلوروكوينولون، صح؟ خيارات ميثوبرايم سلفاميثوكسازول نايترو سلفاميثوكسازول
يورانتوين والفوسفور، هذول خيارات. طيب وإذا عندي هاي ريزيستنس ريت، هاي ترايم ميث برايم سلفا ميثوكسازول ريزيستنس ريت، إذا عندي ريزيستنس ريت يعني أعطيته على الفاضي، إذا بشطب هذا بعطي السيبرو بعطي لا لا استنى شوي، هيثم سيبرو تركناه، قلنا دائما مش خيار أول، انسولين براكتس مش خيار أول. لا أنا بحكي لك شو عندي خيارات، هلا أنا عم بحكي لك إذا الفيرست لاين، هلا إذا شو عندي خيارات، هدول الأربعة هدول كلهم خيارات، بس كيف ترتيبهم؟ الفيرست لاين تشويسز، إذا ما عندي ترايميثوبرام سلفاميثوكسازول بعطيه أو بعطي نيتروفيورانتون أو بعطي فوسفومايسن. ترايميثوبرام ثلاث أيام، نيتروفيورانتون خمسة، فوسفومايسن جاست ون دوز. طيب إذا أثبت إنه في منطقة معينة عندي ترايميثوبرام ريزيستنس ريت عالي، أو أنا قلت لكم بالكيس إنه علما بأن ترايميثوبرام له ريزيستنس ريت، بشطب من الخيارات. ضل عندي نيتروفيورانتون خمس أيام، فوسفومايسن جاست سنجل دوز. تمام؟ إذا متى تصير الفلوروكوينولون هي سكند لاين؟ سكند لاين أبي هي الفلوروكوينولون، يعني راحت لسكند لاين باي ذا واي، مش للإفكاسي، هي ممتازة الإفكاسي تبعتها، بس مشكلتنا وين؟ ريزيستنس، ريزيستنس مش كمان إلها ريزيستنس، هاي يعني بياكم تفهموها، هاي اسمها هلا بكتب لكم اياها، سيبرو وليف. هاي الجملة بالضبط عم تحكي فلوروكوينولون، خلينا اكتبها باختصار، فلوروكوينولون should be reserved. ايش يعني reserved؟ يعني نتركها نأخرها for patients with arthritis. ليش؟ ليش بنأخرها لحالات معينة؟ due to collateral damage risk. طيب شو هي collateral damage risk؟ collateral damage risk هي إذا أعطينا فلوروكوينولون، إذا أعطينا فلوروكوينولون بيزيد increase risk. لانه ايش الستاف اوريس هي نورمال فلورا، فبصير يعني ايش بياثر الفلوروكوينولون، بيعمل النورمال فلورا مور فيريولنت، بصير ريزيستنت، بصير هي نفسها باثوجينيك، عشان هيك بسميها كولاترال دامج ريسك. هلا لاحظوا كوينولون هاز بين لينك تو انفكشن وذ ميرسا، وممكن يزيد الريسك كمان جرام نيجاتيف باسيلاي، بتصير بتزيد الريسك تبعها زي سودوموناس ايروجينوزا، بتصير مور فيريولنت اند مور ريسكي. هاي اسمها كلات، يعني اذا سمعتوا فيها كيف كمان لما نعطي احنا فانكومايسن او نعطي اشياء اريثرومايسن ويصير عندنا كلوستريديم ديفيسل بالجي اي، ما بعرف هذا التيرم مر عليكم قبل هيك، اذا اعطينا انتي بايوتيك بصير في عندنا ريزيستنت بكتيريا او تشينج بالكولونايزيشن، بصير عندنا بكتيريا ثانيه تظهر على الخط. مرق معكم هذا التيرم بالفارما؟ مرق مرق. ايش اعطيتكم امثله عليه؟ اللي هي هاي كولستريديوم مع مين اخذتوها؟ مع كليندامايسين كانه. صح ممتاز يا هيثم، انت رائع والله عن جد. كليندامايسين بنعطيه اورال، بصير عندنا يعني هو بيروح بيعالج شيء معين، تروح تظهر بكتيريا ثانيه فيريونك، هذا سايد افكت من الميديكيشن. كليندامايسين خيار جيد، يعني بنروح نعطيه يعني مثلا لالتهاب الاسنان مثلا، بتقوم الكلوستريديوم ديفيسل الموجوده بالجي ار سي مور فيريونت، هذا بنسميه كولاترال دامج ريسك. لما نعطيك فلوروكوينولون بزيد الريسك للميرسا وبزيد الريسك للسودوموناس اريجينوزا، وهدول الثنتين اصلا بكرههم لانهم هدول صعب المانجمنت تبعهم، عشان هيك نترك الفلوروكوينولون المفروض سكند لاين، ونترك الخيارات اذا عندي لو ريزيستنس ريت للترايميثوبرام، ضل ترايميثوبرام هو خيار ثلاث ايام، نايتروفيورانتون
خمسة وفوسفومايسين 1 دوز. إذا عندي ريزيستنس ريت عالي بقيمة رامتبراين بخلي نيتروفيورانتون فوسفومايسين. طيب إذا استخدم نيتروفيورانتون فوسفومايسين وما اشتغل عند المريض أو مش افكتيف بروح للفلوروكوينولون، بترك الفلوروكوينولون للحالات الصعبة. للبيلونيفرايتس، لا إذا استخدمنا الفيرد تشويسز وما اشتغلوا بترك هون خيار الفلوروكوينولون. واضح يا جماعة؟ هاي مهم التمييز بين الخيارات، مهم جدا التمييز بين الخيارات. دكتورة ما بيكون في عندنا كومبينيشن؟ ايش كومبينيشن؟ يعني مثلا انه يعني فلوروكوينولون مع شيء ثاني او ترايميثوبرامين. لا طب هو لحاله بيفكتيف، ليش اعطي كومبينيشن؟ لا إذا مثلاً كان عندنا جرام بوزيتيف مثلاً نعطي مع السيبرو أموكسيسيلين. حبيبتي سوسن حبيبتي، جرام بوزيتيف مش مطروحة باليو تي آي إلا إذا أثبت بالكلتشر. يعني هلأ أول إشي أنا إيش بشرح هون؟ بشرح أنا كديمة جبر هون عن كومبليكيتد سيستايتس 95% هي إيكولاي، يعني هون مش مطروح فكرة جرام بوزيتيف بكتيريا تحت أي ظرف. متى بشك بجرام بوزيتيف بكتيريا؟ إذا عندي كومبليكيتد يو تي آي ممكن يكون في احتمالية جرام بوزيتيف. إذا عملت كلتشر لأي سبب من الأسباب اللي حكيتهم من البداية، إيش في جاستيفيكيشن لكلتشر؟ قلنا إذا كومبليكيتد، إذا مش عم بتجاوب، إذا كذا وكذا كذا. إذا عملت أي يورين كلتشر وطلع في عندي جرام بوزيتيف بفكر بإشي يغطي جرام بوزيتيف. أذروايز بس بعطي إشي يغطي الإيكولاي. تمام؟ ما انت عم تحكي لي طلع عندي جرام بوزيتيف، كيف بدك تثبتي بالكلتشر؟ طب انا قلت لك هون انه ما في داعي لكلتشر، ما في داعي نعمل كلتشر. متى بعمل كلتشر؟ اذا عندي كومبليكيتد يو تي اي بعمل كلتشر. اذا عندي انا ان كومبليكيتد واعطيت مضاد حيوي وما عم بيستجيب على المريض، ساعتها لا بعمل كلتشر اشوف شو هالمايكرو اورجانيزم مش راضي يستجيب. احتمال يطلع عندي بوزيتيف. ريكيرنت انفكشن سواء ريلابس او ري انفكشن بعمل كلتشر، غير هيك ما بعملش كلتشر. وبالتالي كوني ما بعمل كلتشر بمشي على الامبيريكال ثيرابي. الامبيريكال ثيرابي هو اللي بيغطي لي الموست كومن بكتيريا. الموست كومن بكتيريا هي ايكولاي، هي جرام نيجاتيف بكتيريا. شو عندي خيارات اجمالا؟ ترايميثبران، فلوروكوينولون، نيتروفيورانتون، فوسفومايسين. هاي خيارات، كيف ترتيبهم؟ ترتيبهم الاولويه لترايميثبران، نيتروفيورانتون، فوسفو اذا ما عندي ريزيستنس ريت، بلغي ترايميثبرام اذا عندي ريزيستنس ريت له. بترك الفلوروكوينولون سكند تشويس للحالات اللي ما عم تستجيب للفيرست تشويس، او هلا رح نشوفه بالبيلين فرايتس ممكن نستخدمه. اموكسيسيلين وامبيسيلين لا يستخدموا لانه ما بيشتغلوا على الايكولاي. اذا بدي استخدم هون بكتبها، بكتب اموكسيكلاب لمين؟ هلا حكيت ايوه انبريجنانس. ممتازين انبريجنانس، وهذا الحكي كله موجود هون. ان كومبليكيتد سيستايتس ترايميثبرام نايترو فوسفو سيبرو ليفو اموكسيكلاف ترايمو ترايميثبرام هاي دوزته 1 دبل دوز، دي اس معنا دبل دوز، اس اس سنجل دوز. هاي برضه بدكم تنتبهوا لها، دي اس دبل دوز، اس اس سنجل دوز. ترايميثبران هاي 3 ايام، نايترو 5، فوسفو جاست 1 دوز، سيبرو 3، ليفو 3. اذا اخترنا اموكسيكلاب للبريجننت لازم تمشي عليه 5 ل 7 ايام. هاي مين؟ ان كومبليكيتد سيستايتس. ما بنعمل فولو اب يورين كلتشر برضه ما بنعمل، يعني ما بعمل يورين كلتشر لا قبل ولا بعد بالان كومبليكيتد سيستايتس. مفهومه؟ هلا ممكن نعطي مرضى اذا كثير بيعانوا من ديسيوريا، ديسيوريا كثير بينفول، ممكن نعطي هذا الدواء اسمه فينازوبايريدين. هذا عباره عن بلدر انالجيزك، يعني خاص بس بالبلدر، مسكن للبلدر ليوم ليومين مش اكثر. وهذا لانه في عنده سلفا جوا الستركشر تبعه فبنتجنبه بالسلفا اليرجي بيشنتس. هذا عشان يخفف الديسيوريا. برضه الناس اللي عندهم ديسيوريا كثير انتنس يعني كثير بيحرق البول، بنأكد انه ياخذ فلويدز كثير، لانه كل ما بياخذ فلويد كثير اليورين بصير ديليوتد وبالتالي بتخف الحرقه شوي. هذا بسميه ادجنكتيف ثيرابي، ادجنكتيف ثيرابي. تمام؟ هيك بنكون ايش يا جماعه؟ خلصنا
ال uncomplicated cystitis. نيجي لثاني اللي هو cystitis in male. male يعني complicated. male gender معناها complicated. طيب كونها صارت complicated، هل بقدر احكي انه الايكولاي هي الموست كومون بكتيريا؟ كونه صار complicated. مالكم نمت؟ لا ما لا بطلت لا. احكي هناك عم نحكي 70% كليبسيلا وما كليبسيلا و... هلا بنشوف يعني لازم نعمل كلتشر. ما بقدر احذر بالسيستايتس ان ميل، ما بقدر احذر شو المايكرو اورجانيزم، لازم اعمل كلتشر، ما بعالج الا بكلتشر. او ممكن ابلش امبريكال بس الكلتشر هي بتغير الدواء. يعني سيستايتس ان ميل معناها كومبليكيتد. لما بحكي انا كومبليكيتد يو تي اي بطلت احذر زي هون، بطلت اقدر احكي انه 95% 75 ل 95% هي ايكولاي. هذا بطلت الجمله هاي موجوده، هاي بس تخص الان كومبليكيتد سيستايتس. لما نحكي سيستايتس ان ميل، هاي شوفوا سيستايتس ان ميل اليورين كلتشر شود بي اوبتيند. تمام؟ ليه؟ لان الكوز اوف انفكشن از نوت از بريدكتبل از فيميل. نت بريدكتبل يعني بقدر احكي والله انا متاكده بنسبه 95% انها ايكولاي، ممكن تطلع ايكولاي ممكن تطلع شيء ثاني. تمام؟ لما بدي اعطي ثيرابي لازم يكون برولونجد، برضه ما ينفعش معهم ثلاث وخمس ايام هدول الميل، لازم يكون 2 ويكس. يعني لازم نشوف هون الجو مش هون برولونجد 2 ويكس ثيرابي، هذا السيستايتس الميل. ما بزبط معنا 3 و5 و7 ايام، لازم 2 ويكس. واذا صار في فيلر او ما استجابوا بنخلي الفتره كمان اطول، ممكن يوصل لمرحله 6 ويكس. لاحظوا شهر ونص وهو بياخذ المضاد الحيوي لانه تعتبر كومبليكيتد. اذا ثيرابي ان ميل لازم يكون برولونجد، يورين كلتشر شود بي اوبتيند، لازم ناخذ يورين كلتشر. ليش اجمالا اليو تي اي خفيف بالميل قليله من الفيميل؟ لانه حكينا من قبل انه عندها لونج يوريثرال لينث، يعني الحالب عندهم طويل، اليورين فويدنج وان واي، عندهم البروستات فلويد لها انتي بكتيريال افكت. هاي كلها من قبل حكيناها ليش اسباب انه الميل اجمالا ما بيكون عندهم يو تي اي. طيب هذا كله فهمناه. ايش يعني برولونج ثيرابي؟ لازم ياخذوا 2 ويكس وممكن يمتد ل 6 ويكس. هاي اول نقطه بدنا نحكيها. ثاني نقطة، men should receive the same treatment as women except باستثناء. يعني ايش هم اصلا same treatment؟ هاي كتبناهم. شو في عندي خيارات لل UTI؟ هيها ترايميثوبرايم، فلوروكوينولون، نيتروفيورانتون، فوسفومايسين. هاي خيارات لل UTI. فبتيجي بتحكي لك هون الجملة انه كل الميل ممكن يستخدموا نفس التريتمنت باستثناء النيتروفيورانتوين. نيتروفيورانتوين هذا ما بستخدمه. ليه؟ لانه بوصل ب بور كونسنتريشن، ما بروح بقدر يوصل بي اف كونسنتريشن على السايت اوف اكشن، وبالتالي هذا بلغي. طيب شو بضل عندي خيارات؟ شو بضل عندي خيارات؟ فلوروكوينولون والترايميثوبرايم. حتى الفوسفومايسين هذا السنجل دوز ما بزبط معهم، سنجل دوز هذا مش افكتيف. فبصفي عندي خيارات هدول، فلوروكوينولون، ترايميثوبرام، كم يوم؟ 14 يوم. نيتروفيورانتون لغنى لانه ما بوصل بي ان اف كونسنتريشن. تمام؟ بيتا لاكتامز اصلا احنا ما بنستخدمه الا بالبريجننس، اللي هم ايش مين؟ هدول الاموكسيكلاب والسيفيوروكسيم، هذا لا يستخدم بالميل، هذا بس يستخدم بالبريجننت فيميلز. اذا اذا بدي اختصر انا سيستايتس ان ميل، بدي اختصرها بثلاث شغلات. اول شيء لازم نعمل كلتشر. تمام؟ الخيارات المطروحة عنده هو ترايميثوبرام، سلفاميثوكسازول، والفلوروكوينولونز. كم يوم؟ 14 يوم. ممكن نمدها لست أسابيع إذا مش ظابطة أو في عنا فيلير أو ثيرابي أو لسه ما في امبروفمنت بشكل متوقع. واضح لهسه شرحنا؟ نيجي هلا عند آخر شيء بدنا نحكيه، أكيوت بايلونفرايتس اللي هو كيدني انفكشن. كيدني انفكشن هاي خطيرة، يعني أنا دائما بربطها بالنمونيا.
كيدني انفكشن زي النمونيا زي الريسبيراتوري. اخطر شيء بالريسبيراتوري انفكشنز هي اللنج انفكشن، هو نفس الشيء اخطر شيء هي الكيدني انفكشنز. وميزنا الكيدنيز تتذكروا بالسيمتومز، بيجوا عندنا فيفر وفلانك بين وكورتو فيرتبرال كوستو فيرتبرال تندرنس وبين لما نعمل فيزيكال اكزامينشن. باجيو نفرايتس برضه لازم اعمل يورين كلتشر ويورين اناليسز، دائما بعملها مع كل المرضى يورين اناليسز، ولازم اعمل سنسيتيفيتي تيست. يعني زي ما بطلع كلتشر طلعت معي مثلا ايكولاي، بدي امرقها على كل الانتيبايوتيك اللي عندي، تقول لي هاي ريزيستنت وهاي سنسيتيف، ريزيستنت وسنسيتيف. يعني لازم اعمل يورين اناليسز وكلتشر وسنسيتيفيتي تيست، هذا البيلو نفرايتس. هاي اول نقطه. ثاني نقطه، المرضى بتصنفوا للسيفير ومايل تو مودريت. ليه؟ لانه اذا كانت سيفير معناه بده يدخل مستشفى، وإذا كانت مايل كيسز لا بتتعالج اوت بيشنت. أنا ما جبت سيرتي هوسبيتالايز باللور يو تي اي سيستايتس وما سيستايتس، ما جبت سيرتي المستشفى نهائي. متى بنجيب سيرتي المستشفى؟ لما يصير عندي بايلو نفرايتس. بايلو نفرايتس زي النمونيا، مش النمونيا بناء على الكير دخلناهم مستشفى أو عالجناهم اوت بيشنت، هون نفس الشيء. إذا كانوا سيفير هلا حنحكي كمان شو يعني سيفير وشو يعني مايلد. إذا كانت سيفير بده يتعالج ان بيشنت، إذا كانت مايلد تعالج اوت بيشنت. طب شو تعريف المايلد؟ هاي تعريف المايلد. مايلد تو مودريت كيسز زي مين؟ لو جريد فيفر. طب شو هي، شو هاي الهاي جريد فيفر؟ هاي جريد فيفر اذا كانت 39.3 اكثر من 39.3 بنسميها هاي جريد. اذا ايش يعني هون اللو جريد؟ ايش بدي بقدر احكي؟ انها هي less than 39.3 هاي لو جريد فيفر، اقل من 39.3. اذا است الوايت بي سي بالدم وطلع سلايت اليفيشن، هلا نورمال وايت بي سيز هي من 4 ل 10 وايت بي سيز بالدم لانه احنا قلنا البايلو نفرايتس في ريسك لايش؟ للبكتيريميا، فلازم اقيس وايت بي سيز بالدم. وهون الكلتشر وين؟ كمان كلتشر لازم اعمل يورين عشان اشوف الماركو اورجانيزم اند بلاد عشان اتاكد انه ما وصل للدم. دائما بايلو نفرايتس كلتشر للتنتين. هون مثلا سيستايتس ان ميل لا الكلتشر لليورين، ما فيش داعي للبلاد. طيب الوايت بي سيز لما بقيسها النورمال يكون من 4 ل 10، لما نحكي سلايت سو يعني هون سو سلايت اليفيشن يعني بدها تكون ايش صارت مثلا 11 12 يعني لحد ايش 15 بسميها سلايت. لا بس اذا وصلت 25 و30 هاي لا عاليه. تمام، لما احكي سلايت اليفيشن بالوايت بي سيز بحكي 11 12 لحد 15. اذا الرقم 11 12 13 15 بالوايت بي سيز هاي تعتبر سلايت، فاذا تعتبر مايل تو مودريت. ثالث شغله حتى هون انا ممكن احط لكم اياها هون defined as low grade fever. ثاني شغلة normal or slight elevation white BCs. ثالث شغلة بتأكد لي انه mild ما يكون عنده لا nausea ولا vomiting عشان يقدر ياخذ oral medication، هو out patient معناه oral antibiotic، فلازم يكون ما عنده لا nausea ولا vomiting. اذا شو تعريف mild to moderate bilonephritis؟ لو جريد فيفر اقل من 39.3 نورمال اور سلايت اليفيشن بالوايت بي سيز. طلعنا بالخير لماضي. اي طبعا وايت بي سيز اللي هي اليفيشن قليل. ثالث شيء انه يكون ايش عندي، مين عم بحكي؟ ثالث شيء ما يكون عندي لا نوزيا ولا فوميتنج، لا نوزيا ولا فوميتنج. هذا تعريف المايل. طب اذا السيفير ايش بده يكون؟ اذا عكسهم، هاي جريد فيفر هذا سيفير، وايت بي سيز كثير عالي فوق ال 20 هذا سيفير، عنده نوزيا عنده فوميتنج هذا سيفير. واذا صار سيفير بده يدخل ان بيشنت، بده يصير هوسبيتالايز. اذا مايل تو مودريت بتعالج اوت بيشنت. تمام، إذا mild to moderate outpatient، إذا severe inpatient، هوسبيتال
طلع. شو تعريف سيفير؟ هو عكس المايد. بده يكون بدل لو جريد فيفر هاي جريد فيفر. بده الوايت بيسيز بالبلد يكون عاليه فوق ال 20، وبده يكون عنده نوزيا اند فوميتنج. عشان هيك ما بقدر اعطيه اورال ميديكيشن، لازم اعطيه ايش اي في. برضه في اشياء ثانيه بيتاكد لي وجود هوسبيتاليزيشن. هون احنا بنقارن بالسيمبتومز. طب هل في عوامل اخرى اذا وجدت عند المريض يفضل يتعالج ان بيشنت؟ يس، اذا كان عنده كوموربيديتيز، يعني غير عن اليوتي البيلنفرايتس عنده مثل رينال فيلير، يعني هو نون كيس اوف سي كي دي مثلا وصار عنده كني انفكشن، لا هذا لازم يدخل مستشفى. اذا عنده دايابيتس يفضل يدخل مستشفى. اذا عنده ليفر ديزيز كارديك ديزيز، لا بفضل اعالجه هوسبيتالايز. اذا كان ميل جندر يفضل يكون هوسبيتالايز. اذا كانت بريجننت يفضل تكون هوسبيتالايز. هاي تحت هي سيمبتومز اللي قبل شوي حكيناها، سيفير سيمبتومز. واضح يا جماعه كيف ميزنا بين هوسبيتالايز ونون هوسبيتالايز او ان بيشنت واوت بيشنت؟ لانه بناء على التشخيص ان بيشنت او اوت بيشنت تختلف الانتي بايتك. اذا كان عندي اوت بيشنت يعني مايل تو مودريت، شو الفيرست لاين؟ هيا اجت الفلوروكوينولون هون يا هيثم. فيرست لاين بالبيلونيفراكس، يعني ايش حكينا هون؟ الجمله الموجوده بالهاي هون سكند لاين، يعني عم نحكي انه شود بي، شود بي حكيتها انا كتبتها شود بي شود بي ريزيرف تو بايلونيفرايتس. طب هاي بايلونيفرايتس، بايلونيفرايتس اوت بيشنت صفت الفيرست لاين هو الفلوروكوينولون. سيبرو اور ليبو قديش بدي امشي عليها؟ 7 لـ10 ايام هذا الاوت بيشنت. اذا الفيرست لاين ثيرابي بالاوت بيشنت هو الفلوروكوينولون سيبرو اور ليبو لمده 7 لـ10 ايام. طيب شو عندي سكند لاين؟ ممكن نعطي ترايميثوبرايم 14 يوم. يعني نفرض انه مثلا واحد عنده اليرجي للفلوروكوينولون، ايش بعمل؟ بعطيه ترايميثوبرايم سلفاميثوكسازول. يعني اذا في اي موانع لاستخدام الفلوروكوينولون ممكن اعطيه ترايميثوبرايم سلفاميثوكسازول. اذا نتيجه الكلتشر يا سوسن، شو احنا عملنا كلتشر؟ هلا كيف الكونسيكونس باي ذا وين؟ انا اكتشفت انه عنده بايلونيفرايتس، طلبت كلتشر. هلا الكلتشر بدها يومين لثلاثة لتطلع، شو بعمل؟ ببلش امبيريكال. ايش هي الامبيريكال؟ فلوروكوينيلون سيبرو اور ليفو. عبالها تطلع نتيجة الكلتشر، إذا طلعت نتيجة الكلتشر أكدت إنه المايكرو أورجانيزم بيستجيب على فلورو اور ليفو اللي هو الفلوروكوينيلون، بضلني مكمل عليه. طب افرض طلعت نتيجة الكلتشر مش زي ما أنا متوقعت، مش إيكولاي مثلا، طلعت جرام بوزيتيف بكتيريا، بغير التريتمنت. بعطي مثلا اذا طلعت ستريبتوكوكس فيشاليس يعني هي جرام بوزيتيف، بعطي امبيسيلين. اذا طلعت جرام نيجاتيف وطلعت سنسيتيف للفلوروكوينون، بضل ماشي عليها. اذا طلعت جرام نيجاتيف مثلا ريزيستنت للفلوروكوينون، بغير الفلوروكوينون. شايفين هذا بنعملها ايش؟ تغيير بناء على الكلتشر. اذا مريضي بايلونيفرايتس دغري باخذ عينه كلتشر، ببلش بعدين امبيريكال ثيرابي. هذا امبيريكال، هيو امبيريكال. شو تعريف امبيريكال؟ انه لسه الكلتشر ما طلعت، بعطي فلوروكوينيلون. طب بعد يومين تطلع نتيجه الكلتشر. اذا ضل طلع المايكرو اورجانيزم بغطي لي فلوروكوينيلون، بضلني مكمل على فلوروكوينيلون. اذا طلع المايكرو اورجانيزم مثلا بوزيتيف بكتيريا، بغير الدواء. ممكن يكون بغطي لي فلوروكوينيلون بس ريزيستنت له، برضه بغير الدواء. سكند لاين اذا اخترت ترايميثوبرام سلفاميثوكسازول بده يمشي 14 يوم، اذا اخترنا الفلوروكوينولون 7 لـ10 ايام بكفي. هدول مين؟ الاوت بيشنت، وبالتالي بده يكون اورال. وهي مره ثانيه بالجدول، فلوروكوينولون 500 باي 2 ل 7 دايز، هذا السيبرو، ليفو 750 فور 5 دايز. عشان هيك احنا عم نحكي هلا هون دائما يا جماعه انا حكيتها من محاضره النمونيا، اذا الليفو فلوكس يستخدم بهاي دوز اللي هو 750 دائما بقى بستخدم 5 ايام زي الازيثرو. اذا استخدم بدوزه ال 500 لا بده يكون 7 لـ10 ايام. طيب ترايميثوبرام هيو 160 ل 8 هو لانه دوايين مع بعض فور 14 دايز 14 يوم. هدول مين؟ الاوت بيشنت.
طب الان بيشنت شو عندي خيارات؟ هلا بالان بيشنت هاي خيارات فلوروكوينولون اور امينوغلايكوسايد. هس انسو هذا بالضبط فلوروكوينولون امينوغلايكوسايدز او اكستندد سبيكترم سيفالوسبورين. شو يعني اكستندد سبيكترم سيفالوسبورين؟ يعني نحكي عن فورث جينيريشن مثلا فورث جينيريشن زي السيفيبين او اكستندد سبيكترم بنسلين. هاي اكستندد يعني تابع لاثنين. شو الاكستندد سبيكترم بنسلين؟ زي لما نحكي مثلا البايبيرسلين تازوباكتام تيكر سلين مثلا هذا اكستندد سبيكترم. هذول يا يستخدموا لحالهم او ممكن استخدم معهم امينوغلايكوسايدز وير اور وذاوت امينوغلايكوسايد. رابع خيار كاربابينم. شو هم الكاربابينم؟ اللي هم ايميبينم. شو كمان؟ ايمي ميروبينم. هذول الكاربابينمز الاكثر استخداما. اذا شو عندي خيارات للان بيشنت بايلونيفرايتس؟ فلوروكوينولون. طبعا بنراعي ان هذول بده تكون اي في لانه عم نحكي عن ان بيشنت. IV options chloroquinolone alone or aminoglycosides alone or extended spectrum cephalosporin extended spectrum penicillin مع or with or without aminoglycoside or carbapenem. يعني هدول او الخيار الاول والثاني والرابع alone. الخيار الثالث بده يكون combination. في احتمال يكون combination مع aminoglycoside. هدول مين؟ inpatient pyelonephritis. إذا كانت pregnant واضطرينا ندخلها inpatient second or third generation cephalosporin يستخدم بس يكون IV إذا كانت pregnant. طيب إذا قلنا مريض الهوسبيتالاز اضطرينا نحط له كاثيتر there is risk of pseudomonas. نتذكر النمونيا لما دخلوا ICU قلت لك risk of pseudomonas. إيش أول جملة حكيناها بالنمونيا؟ risk of pseudomonas. كم دواء لازم يغطي السودوموناس قلنا؟ ثلاث أدوية حكينا كان. لا دبل كفرش. المهم دوائين دوائين يغطوا السودوموناس. أيوة دبل كفرش. should be هنقول دبل كفرش. هاي تعرفوا ليش دبل كفرش؟ لأنه هاي نمونيا كتير بتغلب. دبل كفرش لازم يكون يعني دوائين يغطوا نمونيا لازم أستخدمهم. هاي خيارات الأولى سيفتازيديم تيكرسلين بايبراسلين أزيترويونام. لا أزيترويونام مش من خيارات سيبكم منه. ميروبينم إيميبينم هدول كلهم بغطوا السودوموناس in combination with aminoglycoside. هاي دبل كفرج. دوايين نختار واحدة من هدول ونختار aminoglycoside. هاي دبل كفرج تمام. تاني نقطة باليوم الثالث يعني افرض هدول خلص بلشناهم أول يوم بيمضى اليوم الاول والثاني والثالث بعد انتهاء اليوم الثالث بوقف الامينوغلايكوسايد اذا اثبت انه المريض عم بيتحسن. If patient response to initial therapy يعني عم بيتحسن خلص على اليوم الثالث بخلص بوقف الامينوغلايكوسايدز. طيب وبعدين بكمل على الدواء الاول اللي هو هذا قديش؟ اسبوعين 2 weeks تمام. هذا نحكي هون duration of therapy ربي 2 weeks. هاي موجود بالجدول على اساس نضلنا نرجع لهذا الجدول. هاي بايلونيفرايتس 14 days 2 weeks ملي الترامل برام سيبرو 2 weeks اموكسيكلاف. يعني هاي اذا في فيميل بس احنا بنحاول يعني اذا فيميل واوت بيشنت يعني هون مش مفصل صراحه بالبايلونيفرايتس مين الان بيشنت ومين الاوت بيشنت. هدول ليفو وسيبرو اذا يستخدم لحالهم بس اجمالا بالانبيشنت بيكون 2 ويكس هو الدوريشن اوف ثيرابي. ممكن نضطر لاطول من هيك حسب الريسبونس تبع المريض. فول اب كلتشر لازم استخدمه يعني بالبايونيفراتس بناخذ كلتشر قبل ما بلش ثيرابي وبناخذ كلتشر 2 ويكس افتر ذا كومبليشن اوف ذا ثيرابي. ايش يعني كومبليشن؟ يعني بعد ما اخلص. يعني اذا اليوم بلشت مضاد حيوي استمر عليه اسبوعين بوقف المضاد الحيوي بعد اسبوعين ان المضاد الحيوي ما يخلص بعمل كلتشر مره ثانيه بتاكد انه ما عندي مايكرو اورجانيزم وانه الجسم خالي 100% من الانفكشن. واضح؟ هيك كون خلصنا اليو تي اي. حدا عنده اي سؤال؟
في أي سؤال ألخص بس البيلونيفرايتس، أنا خلاص لخصت قبل. بيلونيفرايتس هذا كريتيكال وخطير لأنه في ريسك لليوروسبسس، حكينا من البداية. وبالتالي أول خطوة بالبيلونيفرايتس آخذ دورة. نعم بس ألخص يا هيثم، بس دقيقة أعطينا ألخص. سؤال احكي. حاضرة في محاضرة ثانية؟ طيب خلص روحي يا سوسن، روحي دائما احكوا لي. طب ذكروني انا برمضان مش كثير بتذكر مواعيد المحاضرات، خلص روحي. هيثم احكي. ليش شلتي الازيترونام؟ الازيترونام ما بيغطي سودوموناس، مين اللي بيغطي؟ انا حسب معرفتي، بس خليني بالله اتاكد، انا حسب معرفتي انه بيغطي جرام بوزيتيف بكتيريا. بس شكرا انك عم تسال، خليني اتاكد. سودوموناس ارجونوسيا كان شو اسمه لما حطيتي على هاي انه في له دور بالريزست للايش للالرجي بالبنسلين، انه له دور. بس كان معنى ما نقول لك طب اتاكد استنى شوي اذا في له انتي سودوموناس افكت بنرجع، بس انا متذكر ما له، بس احتمال له. انا قريت السلايدات والجايد لاينز. انا عارف فاهم انت شو تحكي، انا فاهم عليك فاهم. بنينجايتس يس له انتي سودومونال. شكرا يا هيثم، لك علامه زياده. ازيتريونا هي له استمايلايتس ديو تو سودوموناس ايرجينوزا. ممتاز يا هيثم، يبقى انا معلوماتي قديمه شوي. انا تعرف ليش ربطتها؟ لانه كنت تعطينا الكيس حتى هاي انت حطيتني اياها بال اساينمنت الكيس، ودرست الجايد لاينز ودرست الهاي، انا متذكرها يعني الكيس. صح انا بتعرف لاني ربطتها انه بنعطى بالفيرسا اللي فانكوماس ريزيستنس ستاف اوريوس بنعطى الازيترينا. فقلت يمكن بس جرام بوزيتيف، بس هاي بنعطى لا السودومونس كمان، فهاي دبل كفرج ممتاز. طيب بس خليني الخص بدقيقه، البايلونيفرايتس لازم ناخذ كلتشر قبل ما ابلش اي مضاد حيوي، بعدين ببلش امبيريكال. شو الامبيريكال بالاوت بيشنت؟ فلوروكوينولون تراميفيبران. تمام، لما بتطلع نتيجه الكلتشر بعمل دي اسكاليشن، يعني بعدل الانتي بايوتيك بناء على الكلتشر طلعت عندي. شو في عندي امبيريكال بالان بيشنت؟ هاي عندي خيارات، يا فلورو او امينو لحاله او كاربابينم لحاله، واذا استخدمنا الاكسبندد سبيكترم سيفالوسبورين او باي ذا واي الاكسين سبيكترم سيفالوسبورين والاكسين سبيكترم بنسلين هيهم اللي هون مكتوبين هدول. سيفتازيديم هو اكسين سبيكترم سيفالوسبورين، والسيفيبين نفس الشيء، سيفي بيم يعتبر اكستندد. تيكرسلين بايبيراسلين هدول من الاكسين سبيكترم بنسلينز، هدول كاربابينمز اللي تحت. تمام، اذا عندي برينجلين بعطيها سكند اور ثيرد جينيريشن سيفالوسبورين، وإذا في ريسك للسودوموناس لازم نعطي دوايين لغطي السودوموناس، واحد من هدول زائد الأمينوغليكوساد، وعلى اليوم الثالث بوقف الأمينوغليكوساد وبكمل لـ 2 weeks total duration 2 weeks. هيك بخلص الـ UTI.